ما حكم الرواية عن أهل البدع؟ الرواية عن أهل البدع إذا كان المبتدع ما تؤدي ببدعته إلى الكفر ولا نعم وليس بكذاب بل هو صدوق اللسان فلا باس. قد روى البخاري عن عبيد الله بن موسى العبسي وروى للأعمش وروى أيضا لقتادة الأولان يريان التشيع وقتادة يرى الغادر. نعم فماذا يا إخوان؟ فماذا بارك الله فيكم؟ المسألة أنه إذا كان صدوق اللسان ولم تصده بدعته إلى الكفر فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن يعلم أنه فرق كبير بين مبتدعة عصرنا وبين مبتدعة السابقين. فمثلا الأعمش السني يبغض المبتدعة، شريك بن عبد الله السني يبغض المبتدعة، وهكذا غير واحد فقد يكون عنده أنه ربما يقدم عليا على الشيخين أو يقدمه على عثمان فيعتبر مخطئا في هذا. لكن ماذا يا إخواننا؟ على السنة. وأما مبتدعة اليوم أتريد أن تروي عن أهل صعدة وهم يتمسحون بأتربة الموتى وهم يدعون غير الله وهم يسبون الصحابة روافض؟ أي نعم، وهذا وهم رؤوس في الترحيب لماذا بالاشتراكيين. فعلي سالم البيض بيض الله عيونه لا يستريح إلا إذا وصل بين أهل صعدة. حي الله أبا هاشم، حياك الله يا أبو هاشم. أي نعم أبو هاشم واشتراكي أيضا. ماذا يا إخواننا؟ المهم ماذا؟ أولئك الذين هم وماذا قلت أهل صعدة؟ لا أعني أهل صعدة كلهم، فالغالب عليها الآن السنة، لكن أعني سيدي ومولاي. أي نعم ماذا يا إخواننا؟ بارك الله فيكم. فهؤلاء المهم هؤلاء ضلال، لا تروي عنهم ولا كرامة، وليسوا أهلا لأن تروي عنهم. الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الصوفية. أيام كذلك أيضا الرقاصون في المساجد بالطار في الخوة في ماذا؟ في الحوطة وفي غيرها. يا إخوان أنا أخبر عن مغنيين تابعا من الغناء وانتقلا إلى التصوف، رابطة كبيرة بين الصوفية وبين المغنيين، ولم يمغنيا لألا أنه مغني يغني للصوفية، يغني للصوفية بقي مغنيا كما هو.
والله المستعان. من هما يا أخوان؟ يقول أظن كلاهما من عدن أو أحدهما من عدن. اثنان أحد أيوب طارق، ومن الثاني قد أخبرني به بعض الإخوة. من هو؟ خير إن شاء الله. نعم بسم الله.